Now how many fingers? Four. Four. What else can I say? أنا أذكر أن مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية اللي هي الرأي، وقبل هبة 89 تسبب في إغلاق الصحيفة لمدة 4 أيام اللي هي الرأي آنذاك من قبل رئيس الوزراء. ما زلنا نفكر بذات العقلية التي ندير فيها شؤون البلد من 15 سنة. في العام 1995 أغلقت جريدة صوت الشعب اليومية بسبب توقف الإعلانات أو إيقافها من قبل أصحاب السلطة. في العام 1996 وعلى إثر هبة الخبز تعرض صحفيون للاعتقال وبتهم إثارة النعرات، نشر معلومات خاطئة وإهانة الملك، منهم عبد الله أبو رمان، ناهض حتر، جهاد المنسي، عبد الله بني عيسى، نائل صالح وعمر النادي. الصحف الأسبوعية دفعت الثمن، وهذا الثمن كان له علاقة برفع أسعار الخبز التي أقدمت عليها حكومة رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم الكبريتي. نعم، عبد الكريم الكبريتي. وأيضا الصحفيين دفعوا ثمن، صار في هناك حملة اعتقالات للصحفيين، تم تقديم بعض الصحفيين للقضاء، تم إيداع بعض الصحفيين في سجن جويدة. في العام 1997 تعدل قانون المطبوعات والنشر ليشترط رفع رأس المال في الصحف اليومية والأسبوعية. بالفعل كانت مجزرة للصحافة الأسبوعية، مجزرة للصحافة الأردنية، مجزرة للحرية وللحريات السياسية الأردنية. البند الرئيسي كان فيها اللي كان هو يعني قاتل الرئيسي وأوقف العديد من الصحف ويعني أغلب الصحف، اللي هو بند رأس المال، رأس المال المشترط والترخيص للمؤسسة اليومية والأسبوعية. وفي نفس السنة التي تعدل فيها قانون المطبوعات والنشر أقفلت 13 صحيفة ولأسباب مختلفة، أولها صحيفة عبد ربو التي ترأس تحريرها يوسف غيشان، وذلك لعدم استيفائها للحد الأدنى من رأس المال المؤسس. كذلك جريدة البلاد التي واجهت تهماً بنشر معلومات غير قانونية عن القوات المسلحة، تلتها جريدة الحدث التي واجهت نفس التهم. وفي نفس العام أوقف توزيع صحف عالمية في الأردن كالقدس العربي والحياة، وتصادف في تلك السنة تأسيس صحيفة العربي اليوم. في العام 1998 أقر قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لنفس العام الذي ما زلنا نشهد تطبيق مواده وتعديلاتها حتى هذا اليوم. في التعديلات التي طرأت بعد عام 98 تمت اتجاهين. الاتجاه الأول استجابة إلى المعايير الدولية، هي مسألة تخفيض العقوبة المانعة للحرية للصحفيين عن أي جرائم تتعلق بالمطبوعات والنشر، بمعنى لا حبس لا توقيف إلى آخره. في العام 1999 تم تعديل قانون المطبوعات والنشر وألغيت المادة 14 والتي تمنع المس بالعائلة المالكة، إيراد معلومات غير مجازة عن القوات المسلحة، المس بالقضاء، تحقير الديانات والمذاهب، الإساءة للوحدة الوطنية، الإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، إهانة رؤساء الدول أو البعثات الدبلوماسية، الترويج للانحراف وفساد الأخلاق، زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، والتحريض على الإضرابات والاعتصامات. في الوقت الذي تعطي فيه المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر الحرية الكاملة للصحافة وتؤكد على قدسية اطلاع المواطن على المعلومة، تعود المادة 49 من نفس القانون لتقيد هذه الحرية. في الشق السلبي، وهذا هو المشكلة، كان توسيع دائرة الرقابة. يعني عندما أتحدث أن الموقع الإلكتروني مطبوعة بأي منطق،
يعني هل يوجد في الكون في العالم من 193 دولة دولة واحدة تقول أن الموقع الإلكتروني الموجود على شبكة الإنترنت مطبوعة وتحتاج إلى ترخيص وتحتاج إلى ضوابط ترخيص الجرائد والمجلات وغيرها، تحتاج أيضا إلى ذات الرقابة التي تخضع لها الجرائد والمجلات. في العام 2001 تم تعديل قانون العقوبات ليضع عقوبات على صحفيين قد تصل مدتها إلى 3 سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 5000 دينار. في العام 2008 صدر حكم ب3 أشهر على كل من طاهر العدوان، سحر القاسم، أسامة الشريف وفايز اللوزي، وذلك بتهمة إهانة القضاء بموجب قانون العقوبات الأردني. القوانين هي التي تنظم الحياة العامة، والقوانين هي التي تؤسس للعمل الصحفي وأي عمل آخر، وبالتالي إحنا مربوطين مش فقط في قانون المطبوعات والنشر، الصحفي مربوط باعتقادي حتى لا أكون جازم ما بين 20 إلى 25 قانون، منها قانون حق أصالة الدولة، قانون محكمة أمن الدولة، قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات وقوانين أخرى كثيرة. الصحفي يحاسب ضمن بوتقة هذه القوانين كلها. في قوانين يفترض أن تكون قوانين منفتحة، يفترض أن توضع فقط لمجرد التنظيم لهذا القطاع الاستراتيجي. قانون محكمة أمن الدولة لم يتعدل، وهناك هيئة مدنية داخل محكمة أمن الدولة تخضع لا زالت للقضاء العسكري، وهذا قضاء استثنائي. It's a long time since you've seen yourself, Winston. Look. What have you done to me? في العام 2003 قدمت الحكومة الأردنية لأول مرة نظام ترخيص للإذاعات والمحطات التلفزيونية الخاصة، وتم ترخيص إذاعات مختصة بالتسلية والموسيقى. لا يمكن أن يكون عندنا إنتاج تلفزيوني أو إذاعي أو محطات منافسة إذاعية أو فضائية أو إلا إذا كانت البنية التحتية تسمح بأن يكون حرية الإعلام مرتفعة، حرية الصحافي مرتفعة، الصحفي يستطيع أن يتحدث دون أن يلتفت حوله، الصحفي يستطيع أن يتحدث دون أن يأتيه تليفون من وزير ما أو من جهة أمنية ما ليقول له ماذا فعلت ولماذا تفعل ذلك. في العام 2010 منعت محكمة أمن الدولة الإعلام من تغطية تهم الفساد المتعلقة بمصفات البترول الأردنية. الحكومة تريد أن تصل إلى نقطة معينة، هذه النقطة تصب في موضوع الإصلاح، ولكنها لا تنفذ حتى هذه اللحظة الإصلاح الذي يتم الحديث عنه. في العام 2006 نشرت أسبوعية شيحان 3 رسومات مسيئة للرسول، كما نشرت أسبوعية المحور 12 رسما مسيئا. استغلوا بعض الأخبار اللي تأخذ طابع اجتماعي وفيها نوع من الإثارة والتشهير، وقضوا على الصحافة كاملة، قضوا على هذه التجربة. استغلوا طبعا هذه القصة الآن، ونحن نعرف أنهم استغلوا هذا الأمر لضرب الصحافة الجادة. بحاجة إلى تنظيم عمل الصحافة، بحاجة إلى صحافة حقيقية، بحاجة إلى صحافة ذات تأثير، ولكن أيضا بحاجة إلى حرية، حرية لا يكون سقفها السماء وسقف السماء يكون طوله متر ونص أو متر. الفكرة الأساسية أن يتحرر الإعلام من الرقابة، أن يتحرر من الجسم الإشرافي، هذا مسألة هامة، يعني ما يعودش فيه وزارات، ما يعودش فيه جهات تحكم الإعلام، أن ينظم الإعلام نفسه، أن يخضع الإعلام لضوابط مدونات السلوك والشرف الخاصة بالإعلام، أن يتاح له ما يسمى السقف العالي من الحرية على قاعدة أن النقد يبني الدولة.